الهدوء الحذر عاد لأرجاء العاصمة البرازيلية، والأمن بسط سيطرته على قصر الرئاسة ومنشآت حيوية أخرى، غير أن وضع أحداث الشغب والاحتجاجات بخانة الإرهاب جعلت آلاف المعتقلين يواجهون تهما عقوبتها وخيمة. الشرطة البرازيلية اعتقلت 1500 شخص من أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو، وهؤلاء اقتحموا مباني حكومية في العاصمة واتهموا بإلحاق أضرار كبيرة بالمقار الثلاثة، الكونغرس ومكتب الرئيس والمحكمة العليا، وفي وقت أدان الرئيس من وصفهم بمثيري الشغب بسبب أعمال إرهابية وفاشية وفق تعبيره. فكك مئات الجنود أيضا والشرطة معسكرا خارج مقر الجيش الرئيسي في برازيليا، وهناك كان أنصار بولسونارو ينظمون احتجاجا منذ أسابيع، وهناك أيضا جرت معظم الاعتقالات. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي ربح الانتخابات بفارق بسيط في أكتوبر اجتمع بقادة مجلسي الكونغرس ورئيس المحكمة العليا. البيان المنبثق عن الاجتماع الثلاثي رفض أحداث برازيليا التي تدخل في إطار التخريب الإجرامي والترويج للانقلاب. أما في العاصمة فأكد وزير العدل احتجاز الشرطة لنحو 40 حافلة كانت تستخدم لنقل المتظاهرين، مضيفا أن التحقيقات ستركز على من قام بتنظيم الاحتجاجات وتمويلها.